وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد شاب وفتاة وأصيب 9 آخرون بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا بعدد من الآليات العسكرية واعتقلت شابا من داخل محل تجاري يملكه. وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات بالرصاص وعشرات حالات الاختناق بالغاز. وأكدت أن قوات الاحتلال استخدمت الشبان دروعا بشرية خلال المواجهات المندلعة في دورا.